الى جا على خاطر الى جا على خاطركم بعد الجمع العام ندير شي كلمه حقيقة إلى أيوة أنت تعرفوا بأن الرجاء كان ديما قدوة وكان نموذج والحمد لله هاد الكيفية باش جرت هاد الانتخابات حقيقة هذه هذا تدخل في التاريخ ديال الرجاء كاين منافسين أنا تنعتبرهم كإخوان الرجاء وين قبل كل شيء كل واحد دافع على البرنامج ديالو حاول يقنع الإخوان المنخرطين والمنخرطات أنا كذلك كان لقاء تواصلي مع الإخوان ومع بعض المنابر الإعلامية وضحت البرنامج ديالي والخطوط العريضة ديال البرنامج الآن غادي ندخلوا للجمع العام احنا أنا ما كنعتبرهمش كمنافسين كزملائي كرجويين وإلى اللي الجمع العام دار فيه الثقة وداز كرئيس على النادي ديالنا ما يمكن الا نهنيوه ونتمنى له النجاح والتوفيق شكرا.